السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين بتمام الصحه والعافيه، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكره المغربيه بالدرجه. ما تنساوش اخواني دعمونا بزر اعجاب، واللي ما مشارك في القناه يحاول يشارك فقط للدعم. وباش ما نطولش عليكم نبقاو الان مع اهم عناوين حلقه اليوم. اختار تمثيل المغرب ادريس الصديقي يوجه رساله قويه لاحترنا. تشيلسي يضع 70 مليون أورو تحت أقدام حكيم زياش لخطفها. المنتخب الوطني المغربي سيواجه إسبانيا وديا في شهر مارس. أزارو يثور في وجه مدرب الأهلي. ضمك السعودي يريد التعاقد مع لاعب الوداد. كشافوا الميلان يراقبون سفيان أمرابط. حمد الله والوداد مرشحان لهذين الجائزتين. كشفت تقارير صحفية أن نادي ضمك الممارس بالقسم الممتاز السعودية يريد التعاقد مع المهاجم إسماعيل الحداد في الميركاتو الشتوي المقبل. وحسب نفس المصدر فالنادي السعودي رصد مبلغ 700,000 دولار بالإضافة إلى اللاعب زكريا حدرافة من أجل إقناع مسؤولو الفريق الأحمر بالاستغناء عن الحداد. وحسب العديد من التقارير الصحفية فإن اللاعب غير مهتم بعرض نادي ضمك، حيث يرغب في الانتقال لنادي كبير سواء عربيا أو أوروبيا، كما أن احتمال بقائه حتى الصيف وارد بشكل كبير، خصوصا أن الفريق الأحمر محتاج لخدماته أكثر، حيث ينافس هذا الموسم على لقب البطولة وأصبح الأبطال. أكد أمين خماس لاعب فريق جينيكا البلجيكي والمنتخب الوطني المغربي الأولمبي لكرة القدم والمعار هذا الموسم لفريق لوميل البلجيكي بالدرجة الثانية بأنه لم يتردد في اختيار الدفاع عن قميص الأسود باعتبار ذلك حلما كان يسعى إلى تحقيقه منذ الصغر. وقال خماس في تصريح لأحد الصحف: منذ أن كنت في الفئات السنية الصغرى بالدوري البلجيكية، وهدفي هو اللعب يوما من الأيام للمنتخب الوطني المغربي للدفاع عن قميص بلدي، لهذا لم أتردد في اختيار المغرب على حساب بلجيكا. وتابع كلامه قائلا: أسعى إلى أن أقدم كل ما لدي حتى أكون عند حسن ظن الجميع، كما أتمنى أن ألعب رفقة الفريق الأول للمنتخب الوطني المغربي في إحدى المسابقات القارية. جميع اللاعبين رحبوا بي لما كنت رفقة المنتخب وأنا سعيد بذلك. واختتم كلامه قائلا: لا أتابع مباريات الدوري المغربي كثيرا بحكم التزامي بالتدريب ومباريات مع فريقي. شاهدت
الجنسية، حيث ينافس فريق السد القطرية والنجم الساحلي التونسية والقوة الجوية العراقية والأهلي المصري والهلال السعودية على الترجي التونسية الزمالك المصرية والنصر السعودية والعهد اللبنانية. يشار إلى أن اختيار الفائزين سيتم من جانب لجنة التحكيم الخاصة بهيئة جوائز جلوب سكور، على أن يتم إعلان وتقديم الجوائز خلال الحفلة السنوية يوم 26 دجنبر الجارية في مدينة دبي الإماراتية. في حوار صحفي أكد اللاعب ذو الأصول المغربية إدريس الصديقي أنه سيختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي دون أدنى شك إذا تم استدعاؤها. وأوضح لاعب في ليمر الهولندية أنه سيختار المغرب لأنه اختيار القلب، رغم أنه مولود في هولندا وترعرع هناك، ولو تم استدعاؤه إلى المنتخب الهولندي سيرفض ذلك. بهذا الكلام وجه إدريس رسالة مشفرة وصفعة قوية لإحترن الذي رفض تمثيل المنتخب الوطني المغربي. للإشارة، يشغل إدريس الصديقي 23 سنة خط لاعب وسط ويرتبط مع فيليم بعقد لغاية صيف 2021. تتمحور أخبار سوق الانتقالات في بريطانيا حاليا حول فريق واحد، وهو نادي تشيلسي الذي حصل على حريته من قبل الاتحاد الدولي لإجراء الصفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية بعدما حرم منها في الصيف الماضي. ووفق آخر التقارير الصادرة عن الصحافة الإنجليزية، أشارت صحيفة ديلي إكسبريس في خبر حصري لها أن المغربية حكيم زياش من ضمن الأسماء التي يريدها الفريق اللندني، ويستهدف التعاقد معها خلال شهر يناير القادم. وتتحدث التقارير عن مجموعة من الصفقات التي سيتم إبرامها من طرف تشيلسي لتدعيم صفوفه، بعد دخل الإدارة لمبلغ 150 مليون جنيه استرلينية كميزانية للانتقالات الشتوية المقبلة. ومن ضمن الأسماء المطروحة جناح دورتموند شانسو بجانب ظهير ليستر سيتي ونجم البالاس ويلفريد زاها. ويبدو أن مدرب البلوز فرانك لامبارد لم ينسى المستوى المبهر الذي